الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من معاملات رسول الله العجيبة التي فيها سعة صدر طويل المدى ما جاء في خبر سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان أحد دهاة العرب في قريش، وكان خطيبا مسقعا، وكان سهيل بن عمرو كثيرا ما يخطب في منابر أسواق العرب، وكثيرا ما يذم ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقذع الكلمات. ولأن العرب في أسواقهم وفي خطبهم وأشعارهم كانت تلك وسيلة الإعلام، مثلما أن يتسلط اليوم قنوات الفضائيات على شخص مثلا من الناس بتشويه سمعته، فذلك كان أكثر تأثير في ذلك الزمان. فكان سهيل بن عمرو من أكثر الناس أذية لرسول الله في هذا. فلما كان رسول الله في الحديبية وكانت قريش ترسل واحدا بعد الآخر للمناقشة والمجادلة مع رسول الله حول قضية دخول مكة وعدم دخول مكة، فمن ضمن من أرسلوا سهيل بن عمرو. فلما أقبل سهيل بن عمرو قال رسول الله: من القادم؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال عليه الصلاة والسلام مستبشرا سهل الأمر، لأنه كان يحب أن يأخذ بالفعل الحسن. فلما رأى سيدنا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ائذني أن أضربه فأكسر ثنيته حتى بعد اليوم لا يصعد المنابر يذمك، يعني خلينا أديه بوكس على قوله، مكسر له أسنانه حتى يتأدب بعد اليوم ما يتكلم عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر دعه، فلعله أن يقوم مقاما تحمده يا عمر. هذا في الحديبية. تمر الأيام، جاء سهيل بن عمرو وأساء إلى رسول الله وقال له في القصة المشهورة: يا محمد امسح بسم الله الرحمن الرحيم، ما ندري من الرحمن الرحيم، يا محمد اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب محمد رسول الله، وامسح، يعني وحط شروط شديدة مشهورة كثيرة. ورجع إلى مكة رافع رأسه أنه كأنه انتصر على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مرت الأيام ودخل رسول الله مكة وفتح مكة وقال: إذا وجدتم به سهيل بن عمرو هذا اضربوا رقبته. فخاف سهيل بن عمرو وأرسل ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه. فجاء الولد قال: يا رسول الله إن والدي سهيل يطلب الأمان. قال: هو في أمان. فلما أمنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صار يمشي بين الصحابة رافع رأسه، فلا أحد حتى يضيق عليه الطريق احتراما لتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي على ما هو عليه من العداوة. جاءت غزوة حنين، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مسلم، وأعطاه رسول الله من الغنائم عطاء كبيرا جدا حتى غضب الأنصار: كيف رسول الله يعطي هؤلاء الذين لا زال دمهم يقطر من سيوفنا؟ ومع ذلك صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من سهيل بن عمرو إلا أن أسلم في آخر الأمر، وعرف أن هذا النبي نبي، وأن هذه الرحمة والسعة والأخلاق لا يملكها أحد من البشر، هذا أمر عظيم. فأسلم وحسن إسلامه. فلما كان في حجة الوداع، يا النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع وحلق رأسه، كان الصحابة كلهم يريدون أن يأخذوا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يقتتلون على شعراته، كل واحد يلاقي له شعرة شعرتين. فإذا أبو بكر واقف بجانب عمر، يقول أبو بكر لعمر: عمر عمر انظر انظر هناك، من هذا؟ ينظر عمر: هذا سهيل بن عمرو. إذا سهيل بن عمرو مع الصحابة اللي يتضاربوا يبغى شعرة من شعرات رسول الله، يتنافس على شعرات رسول الله. فبكى أبو بكر وبكى عمر وقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر لعمر: يا عمر إننا نستعجل. شوف رسول الله كيف يصبر على الرجل. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقام أبو بكر في منبر المدينة يثبت الناس: أيها الناس، إن كان محمد قد مات فإن رب محمد لا يموت. من الخطيب الذي قام في مكة المكرمة لما وصل خبر الوفاة إلى مكة فثبت الناس؟ الذي قام خطيبا في مكة هو سهيل بن عمرو. وهذه كلمة رسول الله لعمر بن الخطاب: يا عمر دعه، فلعله أن يقوم مقاما تحمده. فقام سهيل المقام الذي كان يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة ذلك
أن مخالقة الناس بالصبر وسعة الخاطر نهايته وإن كانت بعيدة إلا أن نهايته مفيدة ونهايته حميدة إن شاء الله تعالى. درس تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلازلنا نتعلم منه كل حياتنا، كل شؤوننا، كل ظواهرنا، كل بواطننا. من أراد أن يأخذ علما من الشرق والغرب وآداب من الشرق والغرب، فإن عندنا معلم يكفينا ويشفينا ويربينا لنرتقي في أعلى مراتب الإنسانية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عظات وعبر، جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمة ومنقذا ومعلما هذا الحبيب.